السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من يحكى أن من التلفزيون المصري القناة الأولى. وسائل التواصل الخاصة بنا موجودة طوال الحلقة، بتظهر لحضراتكم في أوقات كتيرة من الحلقة. ممكن حضراتكم ترجعوا لمحتوى حلقتنا بالكامل سواء على قناة القناة الأولى على اليوتيوب أو على حسابنا على فيسبوك. ممكن ترجعوا للموضوعات بشكل عام، يعني اكتبوا كده الموضوع، اسم الموضوع بعدين سلاش كده أجيال دكتور محمد رفعت، هيطلع لكم عدد هائل من المواضيع، يعني ده اللي عايز يدور على موضوع بعينه. واللي عايز يتفرج أو يتابع الموضوعات كلها ممكن يختار ويقعد يتسلى كده يتفرج على الحاجات، أكيد هتكون مفيدة. بفكر حضراتكم برضو أن الحلقة الأخيرة من كل شهر بتكون هي حلقة الأسئلة. ممكن تبعتوا لنا الأسئلة سواء على الإنبوكس، يعني أسئلة خاصة، أو على الفيديوهات اللي بتنزل، وإحنا بننتقي الأسئلة دي بشكل عشوائي وبنراعي طبعا عدم تكرار الموضوعات. موضوعنا الأول في حلقة النهاردة عن حالة أو موضوع يعني بيقلق كتير قوي من الأمهات الجدد، وهو خاص بالعناية بمنطقة السرة عند الأطفال حديثي الولادة. كتير قوي من الأمهات لما بيتقال لهم في المستشفى أنتوا بقى هتغيروا على السرة دي كل يوم بيتوتروا وبيخافوا ويقولوا لا احنا مش عايزين نعمل كده، وطب ممكن أجيبوا المستشفى نعمل الحكاية دي، مع أن الموضوع لا يستحق كل هذا التوتر. طبعا دي خطوة مهمة جدا جدا، ولكن هي جزء من مسؤولية حضرتك الجسيمة تجاه مولودك. وأنا هنا بقى بكلم الأم، ومفيش أي مانع أن الأب هو اللي يقوم بعملية الغيار دي في أوقات، لأن زي ما هتعرفوا دلوقتي العملية بسيطة وليها خطوات محددة وليها أهمية قصوى هتعرفوها دلوقتي حالا. المبدأ العام في العناية بمنطقة السرة هو ضرورة الحفاظ على الجزء المتبقي من الحبل السري اللي احنا مجازا بنسميه السرة، اللي بتكون موجودة عند منطقة السرة. الحبل السري ده بيحصل له قطع كده أثناء عملية الولادة وبتفضل حتة، تمام؟ الحتة دي يعني لازم فلسفتنا أو هدفنا إن الجزء ده يكون في حالة نظيفة وجافة لحد ما تدبل، أو بالمعنى الأبسط تنشف وتقع من تلقاء نفسها. يبقى أول معلومة إحنا عايزين نعرفها، هي هتقع من تلقاء نفسها؟ آه هتقع لوحدها، ما نجيش جنبها. إحنا كل اللي بنيجي جنبها يعني العناية، أنا قصدي إن إحنا ما نشدهاش ما نعملهاش، هي هتقع من تلقاء نفسها. طيب أول سؤال، وقوع السرة ده بيكون متوقع إمتى؟ بيكون متوقع بعد عدة أيام إلى عدة أسابيع بعد الولادة، يعني ممكن بعد 4-5 أيام، بس ده بيبقى بدري قوي يعني، أو بعد أسبوع، بعد أسبوعين، وأحيانا بعد 3 أسابيع، وأحيانا أكتر. طيب يبقى المفروض زي ما قلنا في بداية كلامنا إبقاء منطقة السرة بعيدة عن أي مصدر للتلوث. حد يقول الله، طب هو التلوث ده هيجي منين يعني؟ ده هو الطفل بيبقى لابس هدومه الجميلة وهو لسه صغير. لا، احنا هنا بنتكلم عن مصادر تانية للتلوث، ومصادر التلوث الرئيسية للمكان ده هو البول أو البراز، لأن الطفل راقد على ظهره لما بيتبول أو بيعمل براز وارد جدا أنه يحصل تماس لا قدر الله من البول أو البراز لمنطقة السر. طيب يبقى أول درس عايزين نتعلمه، المفروض تعملي إيه علشان نتجنب التلوث ده؟ يبقى المفروض لما بنغير، أنا بقول نغير أهو، لأن الأب ما تستبعدش نفسك من المعادلة. على فكرة الموضوع سهل، والموضوع ده بيبقى له كمان ذكريات وواقع عظيم عليك كأب، لكن إجمالا الأمهات يعني هم اللي بيبقوا واخدين، مش بقول يعني، يعني الأمهات هم اللي بيبقوا واخدين المسؤولية دي، وأحيانا الجدات كمان، يعني في أمهات بتبقى زي ما بيقولوا كده كشة شوية خايفة، عايزة تشوف مامتها بقى اللي هي الجدة تقول لها طب بنتي غيري كده وأنا هبص عليكي وهقلدك بعد كده هشوف هنعمل إزاي. المفروض لما نغير الحفاظة للطفل لازم لما نلبسها للطفل، يعني نلزقها بقى كده، يكون القفلة بتاعتها دي تحت منطقة السرة. فهمتوا قصدي؟ يعني السرة ما تبقاش متخبية بالحفاظة، لازم تبقى فوقيها، فبالتالي انت بتربطي السرة تحت
بتربطي الحفاظة تحت منطقة السر. خلوا بالكوا قوي من الملحوظة دي، لأنها ملحوظة تبان سهلة. يقول لك عادي يعني، ما أنا زي ما بعمل كده الحزام بتاع البنطلون. لا، لأن هي عايزة دقة شوية، إن إحنا حتى ممكن نرفع السرة كده شوية لغاية ما نربط بس الحفاظ، وتفضل السرة أو الجزء المتبقي منها اللي هيدبل وينشف زي ما قلنا يكون هو اللي فوق الحفاظة. ما نغطيش السرة بالحفاظة. حلوة كده إيه؟ طيب، العناية بقى بالسرة بشكل مثالي بتكون في كل مرة بتغيري فيها حفاظة المولود. الله، يعني أنا في كل مرة هغير أعمل العناية بالسرة؟ آه، ده الشكل المثالي للعناية بمنطقة السرة. طيب، إذا ما قدرتيش تعملي كده لأسباب بقى أنا مش عارفها يعني، فعدد مرات العناية بالسرة لا يجب أنه يقل عن 3 أو 4 مرات يوميا. أنا ليه بقول الكلام ده؟ الكلام ده على فكرة له أكتر من وجه، يعني أنا خبيث شوية وأنا بقول، لأن في أمهات بتفتكر أن الطفل اللي لابس حفاظة ده ما هو لابس حفاظة بقى خليه. لا، الحفاظة دي لازم تتغير في الأوائل كده، لازم تتغير على طول، لأن الطفل جلده في بداية الأيام الأولى كده هو على طول جلده رقيق، فلازم الحفاظة دي كل شوية تتغير. فخدتوا بالكم أنا قلت لكم إيه؟ العناية بمنطقة السرة مثاليا بشكل مثالي في كل مرة بتغيري فيها الحفاظة، بس إذا ما قدرتيش يبقى عدد مرات العناية بالسرة ما تقلش عن 3 أو 4 مرات. يبقى معنى كده إيه؟ إن الغيار، إن إحنا نغير الحفاظة أكيد هيبقى أكتر من 3 أو 4 مرات. آه، هيبقى أكتر من 3 أو 4 مرات في اليوم. معلش، إحنا في الأول بنعمل كل حاجة، وفي الأول وفي النص وفي الآخر بنعمل كل حاجة زي ما المفروض تتعمل. بعد كده الحفاظة بتتغير بمعدل أقل، إنما في الأول بس بتتغير برضو في اليوم كذا مرة، إنما في الأوائل خالص في الأيام الأولى والأسابيع الأولى الأطفال حديثي الولادة، وقلنا كلمة حديثي الولادة دي ناخدها كده قاعدة، إن إحنا بنتكلم على أول 60 يوم، أول شهرين الحفاظة بتتغير. آه، على طول أول ما تتملي بتتغير. خلاص كده؟ طيب، العناية بقى بالسرة نفسها بقى المنطقة اللي هي اللي إحنا اللي هي هتنشف وتدبل بس لازم نرعاها دي، بتكون عبارة عن إيه؟ بتكون عبارة عن إن إحنا بنمسحها بقطعة قطن تم بلها بالكحول. يعني بنبلها بالكحول، يعني بنحطها في كحول أو بنرش عليها كحول ونعصرها. يعني ما تبقاش مبلولة بتنقط كحول، لا، لازم تبقى معصورة. وبنحطها على السرة برفق. شايفين أنا بحط إيدي إزاي أهو؟ أنا نفترض إن أنا ماسك القطن أهو، تمام كده؟ ونبدأ المسح بطريقة دائرية من المنتصف للخارج. شفتوا انا بعمل ايدي ازاي؟ انا هعملها لكم بسرعه بس انتوا ما تعملوهاش كده، يعني اكننا بنعمل كده. يعني اهو بدانا من النقطه دي ونعمل كده ونعمل كده. يعني ما بنرجعش لنفس النقطه، بس ما بنعملهاش كده، لا، ده بمنتهى الرفق. كل التركيز بيكون على المنطقه بتاعه الجذر اللي هي المقصود بيها يعني مكان التقاء باقي الحبل السري مع بطن المولود. احنا دي المنطقة اللي بنشتغل عليها. يعني لو افترضنا ان دي اهو، ان دي بطن المولود اهو مثلا كده، اهو اهو كده، اهو خلاص اهو ماشي. يبقى الـ 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 المكان لالتقاء بقايا الحبل السري ده او باقي الحبل السري مع الجلد هو ده اللي بنعتني بيه جدا، هو ده اللي بنلف حواليه القطنة اللي معمولة بالكحول بطريقة دائرية. الطريقة دي هي اللي بتمنع تلوث المكان ده اللي احنا بنسميه جرح السرة. ما هو جرح، لأنه قطع الحبل السري ده بيبقى جرح، بس هو جرح بيحصل له تجلط، خلاص كده، تجلط طبيعي. فاحنا بقى عايزين ايه؟ مش عايزين ان احنا نفتح هذا الجرح. التنظيف او التطهير بياخد شكل زي ما قلت التدليك البسيط للسر، التدليك البسيط قوي. اهو شايفين انا بعمل ازاي؟ اهو الجزء اللي بنبدأ عليه ما بنرجعلوش تاني. جزء تاني من العناية بالسرة غير التطهير بيكون في شكل تعريض منطقة السرة نفسها للهواء. علشان كده العناية المثالية بتكون في كل مرة بنغير فيها حفاظة الطفل. يعني الهواء، يعني احنا لما بنشيل بقى هدوم المولود ده وبنغير له الحفاظة، صح كده؟
الهواء احنا بقى بنرعى السره دي وبنطهرها، وفي هواء في الاوضه، مش هواء يعني مش مشغلين مراوح ولا تكييفات، انا اقصد الهواء العادي اللي موجود في المكان، يعني المكان ده مش لازم يتغطى طول الوقت. خلاص؟ فتره التطهير دي لازم يدخل له شويه هواء. خلاص؟ الهواء ده هو اللي بيكمل عمليه الحمايه وبيسهل ازاله اي مكونات لزجه في المنطقه دي. طيب، اذا لاحظنا ظهور علامات محدده في منطقه السره لازم نرجع للطبيب فورا او للمستشفى اللي تمت فيها الولاده. العلامات دي هي عباره عن ايه؟ احمرار الجلد، ان الجلد في المنطقه دي يكون احمر فجاه. احمر، هو العادي ما بيكونش احمر. والاحمرار ده اساسا بيكون حوالين زي ما قلنا قاعده الحبل السري اللي احنا قلنا عليها ايه؟ الجذر، اللي هو مكان التقاء بقايا الحبل السري بالبطن، ببطن المولود. ايه تاني علامه تخلينا لازم نروح المستشفى اللي تمت فيها الولادة أو نروح للدكتور غير احمرار الجلد؟ ظهور إفرازات صديدية في نفس المنطقة دي. إيه العلامة الثالثة؟ وجود قطرات من الدم، بس الدم لازم يكون لونه أحمر فاتح أو بمعنى أدق أحمر ناري. خلاص؟ ليه؟ ليه لازم يكون أحمر ناري؟ ده يدل على إن ده جرح جديد، لانه طبيعي، وانتوا هتلاحظوا ده لما تيجوا تغيروا لاولادكم او بناتكم المولودين لسه، طبيعي وجود نقط من الدم المتجلط. علشان كده لازم نمسح برقه وبهدوء زي ما قلنا، عشان النقط المتجلطه دي اللي قفلت ما نفتحهاش احنا تانية، ما نقعدش بقى نحكها كده فتفتح. وبمناسبه الحكايه دي عايز اقول لكم كلمه صغيره عن اختلاف لون الدم ودلالته. الدم يا جماعه اللي لونه غامق، اللي لونه غامق ده معناه انه حاجه قديمه. الدم الفاتح او اللون الاحمر اللي هو الناري ده دم حديث. يعني ايه الفرق ما بينهم؟ يعني مثلا لما نلاقي لا قدر الله يعني لما نلاقي مثلا طفل بيعمل براز واحنا بنغير له، فلاقينا دم مختلط بالبراز، ماشي كده، بس لقينا الدم ده لونه واضح، لونه احمر قوي، يعني لونه زي ما بقول احمر ناري. هنا ما بنقلقش قوي، بنتابع بس الموضوع. عارفين ليه؟ لانه الحكايه دي حاجه شهيره قوي بتعقب حالات الامساك. مش احنا فاكرين زمان لما عملنا حلقات عن الامساك فقلنا انه من ضمن الاليات اللي بتحصل في الامساك ان البراز المتراكم بقى جوه اللي عايز ينزل ده بيبقى ناشف، بيبقى سوليد، بيبقى جامد. فوارد انه اثناء نزوله مع حزق الطفل انه يجرح كده، تكون حته ناشفه منه، تجرح جزء من نسميه احنا الميوكوزا، تجرح جزء من الطبقه الداخليه للمستقيمه لفتحه الشرج، بتعمل جرح. فالجرح ده ايه؟ يروح واخد شويه دم ينزل مع البراز. انما لو في دم لونه غامق ويعني لونه غامق كده ومش متجلط ولا حاجه بس لونه غامق قوي، لا هنا بقى لا بنقول لا ده ممكن يبقى منشا الدم ده لا قدر الله حاجه في الجهاز الهضمي، والدم ده اختلط بالبراز وبتاع، فده بيستوجب بقى المتابعه بطريقه تانية. فهمتوا قصدي؟ انا ده كان قصدي بس ان احنا اكلمكم كده كلمه عن موضوع الدم. فاحنا لو لقينا احمرار في الجلد بتاع منطقه السره دي واحنا بنغير وكل حاجه، بس لقينا احمرار في الجلد منطقه الجذر دي، ولقينا او لقينا افرازات صديديه، خلاص، او لقينا دم قطرات من الدم لونها فاتح، خلاص، سواء لقينا بقى الحاجات دي بشكل منفرد او اكتر من علامه مع بعض، هذا امر يستوجب المراجعه الطبيه على طول. الخطا الشائع في عباره ان في، لا يقول لك ده الافرازات الطبيعيه للسره، السره ما فيهاش افرازات طبيعيه، الإفرازات اللي تخرج من السرة دي دلالة مرضية. خلوا بالكم، وفي فرق ما بين الإفرازات وما بين قلنا اللزوجة اللي بتبقى نتيجة عملية اللي بتبقى تعقب الأيام الأولى أو اليوم الثاني والثالث من بعد الولادة، اللي احنا أثناء ما بنعمل كده بالغيار بتاعنا أو التطهير بتاعنا بتروح على طول. إنما الإفرازات دي لا، بتبقى إفرازات صديدية، دي حاجة تانية. فعشان كده أنا بقول لكم مفيش حاجة اسمها الإفرازات الطبيعية للسرة. السرة في الطبيعي ما بتفرزش حاجة. لا بتفرز إفرازات ولا بتفرز نقط دم ولا حاجة خالص. على فكرة العملية دي بتحصل يعني بشكل مثالي قوي، عايز أقول لكم حاجة، أي مستشفى فيها صيدلية، يعني 99.9% من المستشفيات فيهم صيدليات، وأي صيدلية في أي مكان في جمهورية مصر العربية
ادخلوا كده قولوا لهم احنا عايزين القطن، ها القطن اللي هو الدائري اللي بنغير بيه على صورة المولود. هتلاقوا الصيادلة في الصيدلية بيدوكوا بتاع طويلة كده، عبوة طويلة كده، عبارة عن قطن كده، عبارة عن حلقات حلقات، يعني دواير 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 كبيرة جدا وسعرها حلو جدا ما فيهاش أي مشكلة. هو ده القطن اللي بيستخدم في العناب السر. في حاجة اسمها الورم الجيبي السري. إيه بقى ده؟ بعد سقوط السرة، بعد سقوط السرة مش قبلها، اللي هي زي ما اتفقنا آخر جزء من الحبل السري، واللي قلنا إن هي الموضوع سقوط السرة ده بيحصل بعد أيام من الولادة أو أسابيع، ممكن نلاقي المنطقة دي يحصل فيها تورم خفيف. ده بقى اللي اسمه التورم الجيبي السري. طيب المفروض إن المولود بيتفحص، أي مولود بيتفحص بعد 10 أيام أو أسبوعين بعد الولادة، يعني أي طفل بيتولد لازم نرجع بيه كده للمستشفى أو لطبيب الطفل بقى اللي هنتابع معاه بعد الولادة 10 أيام أو أسبوعين، لازم الدكتور يبص عليه، يعني دي زيارة مهمة جدا. في حال ظهور التورم السري ده الطبيب بيفحصه وبيقيمه. إذا كان صغير هتلاقوا الطبيب بعد ما يفحصه بيوصف لكم أحد أنواع المستحضرات الطبية بيكون فيها مادة اسمها سيلفر نيتريت أو نترات الفضة، يعني دي اللي بتعالجه، بس ده إذا كان إيه صغير هيقول لكم ده هتحطه المرهم ده بالطريقة الفلانية وخلاص ده هيخف لوحده. طيب إذا ما حصلش تحسن خلال أيام بعد ما استخدمتوا المرهم اللي الدكتور قال لكم عليه ده، أو إن الورم ده زاد في المساحة، أو إذا بدأ ظهور أي إفرازات، فبيتم التعامل مع هذا الأمر جراحيا. وبطمن حضراتكم إن ده إجراء جراحي بسيط جدا، يعني لا يتطلب التخدير الكلي، لا يتطلب الإقامة في المستشفى. تمام؟ طيب ماذا عن الفتق السري؟ الفتق السري بقى اللي كتير جدا من حضراتكم بيكونوا عايزين يعرفوا عنه، بيسألوا عنه وعن كيفية التعامل معه. الفتق السري هو عبارة عن إن منطقة الحبل السري اللي هي السرة نلاقيها مندفعة للخارج، السرة بقى خلاص اللي هي اللي وقعت دي وكل حاجة، السرة بقى اللي هي زي اللي عندنا دي وكل حاجة، ما عند المولود حاجة زيها. بنلاقيها مندفعة إمتى؟ يعني بنلاقيها بظة كده لقدام، مندفعة لقدام، أنا مش عايز أقول بظة يعني، هي طالعة لقدام. إمتى؟ في حالة بكاء الطفل مثلا، يعني لما يعيط تبص تلاقيها تطلع لقدام شوية. تفسير ده إيه طيب؟ تفسير ده ان بيكون في فتحه صغيره في الجزء العضلي، ما هي البطن دي فيها عضلات البطن، تمام كده، حاجه اسمها ريكتس ابدومينس، خلاص العضله بتاعه البطن دي بيكون فيها فتحه خلاص في جدار البطن، الفتحه دي هي اللي بتسمح للانسجه بالبروز ناحيه بره لما يحصل عليها ايه، لما يحصل عليها ضغط من جوه البطن. طيب ايه اشهر اسباب تخلي الضغط ده يحصل من جوه البطن؟ البكاء ان الطفل يعيط، والحزق ان الطفل يحزق، والحزق ده ظاهره شهيره جدا جدا في اول 3 شهور من عمر الطفل، تمام. طيب وبيكون ايه سببه؟ سببه اختلاف طريقه التغذيه، ان الطفل ده لما كان جنين كان بيتغذى بطريقه معينه، بعد الولاده بعد الولاده بقى يتغذى بطريقه تانية، فبيحصل الحزق ده، وكلما انتظمت عمليه الرضاعه كلما انسحب او قل هذا الحزق. فعشان كده ده فرصه ان يعني احنا نقول لكل الامهات والاباء اللي عندهم مولود جديد اللي بيقولوا ايه ابني على طول بيحزق كده، بيقعد يحزق ويجز على اسنانه، ده طبيعي وبيقل شويه بشويه لغايه ما يختفي خالص عند 3 شهور. طبعا في اطفال بيختفي قبل كده. طيب هل فتق يبقى قلنا الحزق او العياط هو اللي بيخلوا السره دي ممكن تبرز، طبعا في اطفال ما بيظهرش عندها الحكايه دي. طيب هل فتق السره حاله خطيره؟ الإجابة إنها حالة مش خطيرة لكنها تستوجب المتابعة الطبية، تمام. طيب إيه علاجها؟ في أغلب الحالات بيحصل شفاء تلقائي خلال فترة تتراوح ما بين 12 شهر إلى 18 شهر، يعني بالبلدي كده فتق السرة غالبا، أنا بقولش أهو ده قانون، غالبا بيخف لوحده ما بين سنة لسنة ونص، لكن ترك الأمر للشفاء التلقائي ده ان احنا نبقى بنقول نسيبها مش هنعمل فيها حاجه، بيكون مرهون بتقييم طبي. التقييم ده بيقول ايه؟ ان في تحسن بيحصل، تمام، ان مفيش اي مضاعفات وهكذا. بالمناسبه دي برضو عايز اقول لكم كلمه سريعه عن حزام السره.
حزام السرة ده عارفين الساعة، يعني الساعة كده اللي احنا بنلبسها دي، حاجة شبه الساعة كده بتتباع في الصيدليات، بيبقى بقى مكان المينا بتاعة الساعة دي هي اللي بتحط على السرة، والحزام ده يعني ازاي بيتلف كده على الطفل. المفروض ان ده كان زمان بيبقى وسيلة يعني علاجية او وسيلة طبية، انها ايه بتمنع بروز الجزء ده او بتمنع بروز الفتق ده. حاليا في اختلاف على استخدام الموضوع ده، يعني في دكاترة بتقول نستخدمه عادي، وفي دكاترة يقول لك لا مفيش داعي له. يعني فاهمين قصدي؟ كل فئة من الفئتين عندهم أسبابهم وعندهم فلسفته. لكن هو هل خطير؟ لا مش خطير، بس هو الخطورة بتيجي من إيه؟ الخطورة بتيجي ممكن من التلوث أو من استخدامه بشكل قوي شوية، فده عشان كده بقى في ميل أكتر لعدم استخدامه دلوقتي. طيب إذا ما كانش بقى في تحسن بيحصل، يعني مش احنا قلنا ان ترك الامر للشفاء التلقائي بيكون مرهون بالتقييم الطبي؟ طب التقييم الطبي بيقول مفيش تحسن بيحصل، بيبقى العلاج ايه؟ في الحاله دي طبعا بيكون العلاج هو التدخل الجراحي. واذا كان حجم الفتق ده من البدايه كبير بيبقى التدخل الجراحي على طول، ما بنستناش، او يعني بيبقى ده القرار. وفي حالات الخوف من تعرضه للمضاعفات زي الالتهابات مثلا، او عدم حدوث علامات للتحسن زي ما قلنا خلال 8 شهور على الاقل. بس في أغلب الحالات اللي بيحصل فيها التدخل الجراحي بيكون عمر الطفل سنة أو سنة ونص فأكثر. تمام؟ كده خلصنا الجزء الأول من حلقتنا النهاردة مع حضراتكم، وكان عن كل ما يجب معرفته عن العناية بمنطقة السرة. هنطلع لفاصل ونرجع نستكمل حلقتنا مع حضراتكم. يحكى أن ما زال متواصل، خليكم معنا. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية في الجزء الثاني من حلقتنا النهاردة. الحقيقة في الجزء ده أنا هقدم سؤال، بس مش أنا اللي هقدم الإجابة. السؤال ده كان مفترض أنه يكون في حلقة الأسئلة السابقة، الأسئلة السابقة على طول، وإحنا أجلناه علشان خاطر نحصل على الإجابة المثالية، نموذج الإجابة يعني، لأن الموضوع الخاص بهذا السؤال الحقيقة بيشغل بال العديد والعديد من الأمهات والآباء. عائلات كتيرة جدا جدا بتسأل أو عندها انشغال بموضوع هذا السؤال. السؤال ده كان من أم اسمها عبير إسلام، وكانت بتقول لنا ابني عنده 4 سنين ومتأخر في الكلام، عنده 4 سنين وتأخر في الكلام، أعمل معاه إيه؟ احترت معاه، مشيته على علاج أوميجا لفترة، ومشي معاه جلسات وحضانة، وحاسة مفيش تقدم سريع. نتوجه بهذا السؤال إلى أستاذنا الأستاذ الدكتور حسن الغندور، أستاذ أمراض التخاطب بكلية طب جامعة عين شمس، واللي هيكون حاضر معانا في مكالمة تليفونية دلوقتي. دكتور حسن مساء الخير. مساء النور دكتور محمد، بشكر حضرتك على السؤال الجميل، وبشكركم على البرنامج الجميل الهادف، بيقدم المعلومات بصوره مبسطه بيفيد بيها قطاع كبير جدا من المجتمع. احنا اللي بنشكر حضرتك، والحقيقه ان السؤال ده يعني انا بقول انه صحيح صاحبه السؤال بعتته لنا، ولكنه يعني مضمون هذا السؤال العديد والعديد من البيوت في مصر والدول العربيه يعني عندهم انشغال بهذا الامر. تفضل دكتور حسن، سامعين حضرتك. هو السؤال ده سؤال مهم جدا، وحتى لما بيجوا لي مرضى بنظرهم بتسأله في السؤال ده، بيقول بقى لنا كتير بناخد علاج، بناخد جلسات في اماكن مختلفه ومفيش مردود للموضوع ده. فعشان نعرف بصوره عامه ايه الاسباب اللي بتتحكم في تقدم حالات امراض التخاطب، لازم نعرف ان التقدم المرجو والمرضي في حالات امراض التخاطب بيعتمد على عناصر مهمه، ولا يجب ان نغفل اي من العناصر. أول عنصر بيعتمد عليه تقدم الحالات هو التشخيص السليم والكامل. التشخيص السليم وكامل، التشخيص السليم معناه إن أنا أعرف نوع المرض وسببه، إن بيجي لي حالات يقول لي أنا رحت لفلان وقال لي إن ابنك عنده تأخر لغوي. كلمة تأخر لغوي تشخيص مش مفهوم. إيه سببه؟ إيه اللي بيؤدي الطفل لتأخر اللغوي؟ عشان نعرف كلمة تشخيص سليم، التشخيص السليم هو نوع المرض والسبب. التشخيص الكامل بمعنى ان ساعات بيكون هناك اضطرابات مصاحبة للمرض اللي احنا بنسميها في الطب الكوموربيدي.
في قطاع كبير بيغفل البحث عن هذه الكوموربيدز او الاضطرابات المصاحبه، ودي وجودها بيأثر على تقدم الحاله. يعني احنا ممكن نكون بنعالج الحاله وبنغفل الاضطراب المصاحب اللي هو بيكون سبب في فور تقدم الحاله. حاله تشخيص الاضطرابات المصاحبه دي وعلاجها مع المرض الاساسي بيكون التقدم باذن الله جيد ومرضي. نيجي لكلمه التشخيص بقى، بيعتمد على ايه التشخيص؟ التشخيص اول ما بيعتمد على اخذ التاريخ المرضي والمفصل من اهل المريض او المصاحبين ليه لو ما كانش اهله هم المقيمين معاه. بعد التشخيص، بعد التاريخ المرضي، بناتي الى مرحله الفحص. فحص للمريض من قبل الطبيب واجراء الفحوصات المطلوبه. في فحوصات مباشره احنا بنعملها زي اختبارات اللغه، زي اختبارات الذكاء، زي اختبارات ثانيه خاصه بامراض التقاطب، او ممكن نلجا الى طلب فحوصات ثانيه زي مقياس السمع، زي رسم المخ، زي الاشعه المقطعيه. وفي بعض الاحيان لما بنطلب الفحوصات دي بيبين لنا حاجات بتساعدنا في علاج المرض. فالاجراء الفحوصات المطلوبه من قبل طبيب امراض التخاطب للوصول لتشخيص. بعد كده بيتم عرفت السبب، عرفت المرض، عرفت الاضطرابات المصاحبه، بنبتدي نحط خطه علاجيه مفصله، واللي بيكون الاهل جزء مهم جدا مشارك فيها. الاهل دايما بيبقوا العنصر قبل جلسات التخاطب. يعني الاهل بيجوا لي بقول لهم لو انتم مش هتشاركوا معايا الطفل هياخد معايا او هياخد في المكان كام جلسه في الاسبوع؟ 3 جلسات. مدتهم هيبقى قد ايه؟ لو شفت المده اللي بيقعد معاكم في البيت فيها اكيد هتبقى اكتر بكتير جدا. فاعتمادكم على الجلسات فقط مش كفايه، لازم انتوا تشاركوني، ولازم انا ارشدهم ازاي يشاركوني. مش اقول لهم اتكلموا مع الطفل وبس، لا، لازم بحط لهم حاجه اسمها الارشاد الاسري المفصل اللي انا بشرحه لهم وبشرحهم ازاي يطبقوه في البيت. فالاهل بيبقوا جزء مهم جدا مشارك في العلاج عن طريق الارشاد الاسري اللي بنوجههم. وبنيجي لنقطة مهمة جدا، احنا حطينا الخطة العلاجية، كفاءة القائم بتنفيذ الخطة العلاجية، وده عامل مهم جدا. يبقى عندنا العناصر اللي تتحكم في تقدم الحالة. علشان نلخص الموضوع، هو تشخيص سليم ومفصل وكامل، خطة علاجية مفصلة وجيدة، مشاركة الأهل، وكفاءة المعالج في تنفيذ الخطة العلاجية. بالنسبة للنقطة اللي هي قالت أنا بديله أوميجا، أيوة برضو الأوميجا 3 من الحاجات اللي ساعات بتفيد الأطفال، بقول ساعات الأطفال، مش في كل الأطفال، بل إن بعض الأطفال اللي بياخدوا الأوميجا 3 ده بيزود حركتهم، بيزود النشاط بتاع الطفل. فما بديهوش إمبيريكال أو ما بديهوش بدون سبب، إحنا بنديه في حالات معينة فقط لا غير، مش في كل الحالات. لكن دلوقتي حاليا بقى برضه من الحاجات الشائعة جدا 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 إن أي طفل عنده اضطراب في أمراض التخاطب ولا حاجة، أول حاجة نعملها نكتب له أوميجا 3. فده برضه من الحاجات اللي إحنا لازم ناخد فيها محاذير، إن إحنا مش بنكتبه في الأي. طيب، هي برضو ذكرت في السؤال يا دكتور حسن انه هي ماشيه معاه غير الجلسات وغير الاوميجا اللي هي ذكرته، هي بتقول ماشيه معاه كمان انها بتوديه حضانه. فهل هنا الحضانه في وجود تاثر لغوي او يعني ان لسه الطفل مش بيتكلم بشكل يعني مثالي بيكون عامل مساعد ولا عامل معطل؟ لا، هو المفروض ان هو ما يكونش عامل معطل، هو في الغالب بيكون عامل مساعد. بس الحضانه بتعمل ايه مع الطفل؟ في حضانات السلوك اللي بيستخدم في الحضانه مع الطفل بيأثر عليه سلبا. زي مثلا ان هم بيخلوه يقعد قدام التلفزيون معظم الوقت. فده بيزود التشتت عند الطفل، ممكن يزود حركته. فالحضانه لو كان فيها انشطه، لو كان فيها غنى، لعب، اندماج اجتماعي مع الاطفال، اكيد هيساعد. لكن لو كانت الحضانه ما بتهتمش بالجوانب دي، بتهتم ان الطفل يبقى قاعد ساكت خلاص، ان هي الحضانه بتقعده قدام التلفزيون او اي ميديا بقى لابتوب ولا اي حاجه فتره طويله جدا جدا جدا، بحيث ان الطفل يبقى مبسوط. والاهل لما بييجوا ياخدوه من الحضانه بالعكس بيبقى متضايق وعايز يروح هناك، لكن ما بيستفدش منها حاجه خالص. لكن الحضانه احنا بنلجا اليها في اعمار معينه. يعني لما بيجي طفل مثلا عمره صغير شويه ولا حاجه بقول لهم لا، لازم يروح حضانه. لكن اطفال لما يكون وصل لسن 4 أو 5 سنين ويبقى علاجه ان هو يروح حضانه بس، لا، الحضانه مش هتفيده ابدا في الموضوع ده. لازم هيكون الجلسات الخاطب هي رقم واحد. الحضانه ممكن تفيده لو كانت الحضانه بتهتم بالجوانب التاهيليه والتربويه بصوره غير مباشره، زي ما قلت لحضرتك، عن طريق اللعب، عن طريق الغنى، عن طريق الانشطه اللي بتنمي مهارات الطفل، والبعد تماما
عن التعرض للميديا زي التلفزيون او الموبايل او اللابتوب وما شابه، او الالعاب اللي ممكن يلعبها لهم الالعاب الالكترونكس في بعض الحضانات يعني. طيب بالنسبه في يعني انا بتكلم على انا عارف ان ده مش قطاع عريض يعني، ولكن قطاع موجود في حضانات بتتبنى دلوقتي طريقه ان هم بيستخدموا لغه غير عربيه في كافة التعامل، يعني مثلا سواء اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية. هل مع وجود خلينا نقول حالة طفل يعني بيخضع للعلاج في طب أمراض التخاطب، هنا وجوده في مناخ أو في حضانة بتستخدم لغة أجنبية بالكامل، أنا أقصد هنا بالكامل بالمعنى الحرفي، هل ده بيكون ما فيهوش مشكلة، ولا يفضل أن الحضانة في الوقت ده تكون عامل مساعد مطور للغة الأساسية اللي احنا بنسميها المادر تانج أو اللغة الأساسية اللي هي الخاصة بينا اللي هي اللغة العربية؟ والله حتى التعرض أو جزئية تعرض الطفل للغتين، هل دي ممكن تأثر على اللغة ولا لأ؟ الأبحاث اللي اتعملت قالت أن الطفل طالما بيتعرض للغة واحدة في مكان واحد ومش بيتعرض لاكثر من لغتين مثلا، يعني في الحضانه بيتعرض للغه انجليزيه، في البيت بيتكلموا عربي بس يكون في الحضانه بيور انجلش وفي البيت بيور عربي، ما اتكلمش معاه الميكسد لانجوج زي ما بيقول او اللغه المختلطه. ان خليك جود بوي وانا اجيب لك الشوكليت، لا ما نتعاملش معاه بهذه اللغه المختلطه، لازم تكون لغه واحده. صحيح. في مكان واحد. وكمان لو كان الطفل مثلا رايح للحضانه وهو بقاله مثلا عنده رايح اول مره يروح حضانه عن 3 سنين ونص او 4 سنين، وكل اللغه اللي اتعرض ليها في حياته كلها كانت لغه عربيه، ما يجيش انا في السن ده واروح مقدم له لغه ثانيه ما سمعش عنها حاجه خالص. انت فاهم حضرتك؟ فدي مش هتكون مش عامل مساعد. لكن يفضل ان الطفل يتعرض للمذر تانج بتاعته، وفي حاله تعرضه للغتين فاحنا بنثبت لغه في مكان واحد. يعني الحضانه لو بتتكلم انجلش خلاص تكلموا معاه انجلش بس. في البيت انا ما اتكلمش معاه لغتين، هتكلم معاه انجلش خالص. في هذه الحاله الطفل يعني مش هيعرف عربي. او اتكلم معاه عربي بيور زي ما بيقول. طيب برضو انا باخد من السؤال علشان نفيد كل المستمعين والمشاهدين يا دكتور حسن. أيوة. هي سالت عن التحسن، هو في علم أمراض التخاطب الفترات المتوقع فيها تحسن إذا مشينا بالخطوات اللي حضرتك شرحتها لنا دلوقتي، التشخيص السليم والمكتمل والجلسات وكفاءة الخطة العلاجية وما إلى ذلك، التحسن المفروض بنتوقعه خلال قد إيه أو بيبدأ من إمتى يعني؟ برضو السؤال ده إجابة محددة عليه لا يملك أحد على وجه الأرض إجابة عليه. عناصر التأهيل بتختلف رد فعلها من طفل الآخر أو من شخص الآخر عامة. يعني حتى لو أي حاجة فيها تأهيل زي علاج طبيعي، حتى العلاج النفسي بالجلسات النفسية، جلسات التخاطب، أي حاجة فيها تأهيل بتعتمد على في الآخر خالص زي ما بنقول الفاينل جول بتاعنا أو التارجت بتاعنا هو المريض نفسه. أيوة. درجة استجابته نفسها إيه؟ درجة استجابته نفسها إيه؟ يعني هو في لو عندي حتى في الأدوية اللي إحنا بناخدها، حضرتك ممكن يكون عندك صداع وانا عندي صداع، بناخد قرص، انا بتحسن بعد نص ساعه، انت بتحسن بعد 10 دقائق. العامل اللي خلى التاثير هو نفس الماده ونفس القرص ونفس الجرعه. لكن العامل الشخصي بقى، القبول الطفل للجلسات، في عامل قبول، رغبته في التحسن، استجابته للجلسات. لكن طبعا لما بيكون الطفل اتحطت له الخطه العلاجيه صح واحنا ماشيين معاه صح ولا اي حاجه، بنلاقي تقدم، يعني في بعض الاحيان بنسميه تقدم مذهل. يعني احنا عندنا بعض المرضى بنسميهم الستار بيشنت، اللي حققوا تقدم كبير جدا 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 في تشخيصات ممكن يكون الاهل شبه فاقدين الامل فيها، زي طفل ما يكون ما بيسمعش وعمل زراعه قوقعه، العمليه اتعملت صح والتاهيل السمعي اتعمل صح والتاهيل التخاطبي اتعمل صح، في خلال شهور الطفل بيتكلم وبيكتسب لغه وبيبتدي يعبر عن نفسه، وساعات بيلجا يعني بيستخدم لغه ممكن يوصل تكوين جمل، فبيبقى التقدم تقدم ملحوظ جدا جدا جدا. في اطفال بيتعرضوا لنفس الموضوع هو لكن استجابتهم بتبقى نتيجه عوامل شخصيه في الطفل نفسه. ايوه. ممكن يكون طفل متدلع شويه، طفل ما عندوش يعني في متطلبات اكتساب اللغه، اخر متطلب من اكتساب اللغه، يعني لو تعرضنا لمتطلبات اكتساب اللغه بسرعه كده هنقول سلامه صحه الدماغ اللي هي الذكاء الطبيعي. أيوة. الجهاز الحركي السليم. سلامه الحواس واهمهم السمع.
سلامة أو الاندماج الاجتماعي السليم مع الآخرين، وجود بيئة منبهة. رقم 6 الرغبة في الكلام. أيوة الرغبة، في ناس بيبقى عندهمش رغبة، يعني زي أطفال بيبقوا أذكياء جدا 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 وعندهم كل حاجة طبيعية جدا جدا، وداخل مدرسة ومش عايز يتعلم، فبتبقى استجابته ضعيفة حتى لو قدمت له في أحسن مدرسة وتعرض لأحسن أنواع التدريس في الدنيا. نفس الحكاية بالنسبة لجلسات التخاطب، لكن ما بنقولش ما بيكونش في تقدم، في تقدم باذن الله تعالى ان شاء الله، واخذنا بالاسباب السليمه واتطبقت صح. أكيد. ومشاركه الاهل والجلسات كانت جلسات سليمه وبكفاءه. لا بيبقى في تقدم، لكن تحسن التقدم حساب الوقت بالضبط. عمري ما قلت الاهل ثلاث اشهر، شهرين، صحيح. سنه. صحيح. بقول له انا ما اقدرش اقول لك حاجه تكون اوفر استيميشن او اندر استيميشن، يعني تقدير اكثر من اللازم او اقل من اللازم. في كلتا الحالتين ممكن تصاب باحباط. صح. او بقلق. صح. يعني انا قلت لك 3 اشهر، 3 اشهر اتعدوا وما حصلش تقدم. بالظبط. لو قلت لك سنه هيجي لك احباط، سنه لسه على بال ما يتكلم. صحيح. صحيح. لا احنا بناخد بالاسباب وبنقول يا رب الطفل يكون كريم معانا. أيه. ويستجيب بسرعه باذن الله تعالى. والله يا دكتور حسن، يعني هذا، يعني هذا الختام اللي حضرتك ختمت بيه مداخلتك المهمه والعظيمه، هي في الاخر الجوهر الحكايه كله هو الامانه العلميه يعني والضمير، اللي هو في الاخر وفي الاول هو وسيله العلاج الرئيسيه، لان في اهل علم واحنا نلجا لاهل العلم، فبالتالي جزء من 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 خطه العلاج هو وضوح الكلام والامانه في العرض وامانه حتى في التوقعات. يعني الحقيقه انا بدعو يعني كل الاهل وكل الاسر اللي عندهم مشكله مشابهه او عندهم موقف مشابه، ان هم يعني يستغلوا هذه المداخله القيمه، ان هم يطمنوا نفسهم ويلجأوا لاهل التخصص، لانه هو ده الطريق السليم لعلاج الامر. احنا بنشكر جدا جدا الاستاذ الدكتور حسن الغندور، استاذ امراض التخاطب بكليه الطب جامعه عين شمس. خلص الجزء الثاني من حلقتنا، هنطلع لفاصل ونرجع نستكمل الجزء الثالث مع حضراتكم. يحكى أن ما زال متواصل. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة جديدة في القسم الثالث والأخير في حلقتنا النهاردة في يحكى أن. والحقيقة أن القسم الثالث ده في الحلقة دي والحلقات القادمة إن شاء الله باستثناء حلقة الأسئلة، يعني هيكون عبارة عن فقرة جديدة قلنا ان احنا نقدمها لحضراتكم ان شاء الله تكون مفيدة وتكون فيها معلومات حلوة قوي. الفقرة دي اسمها لما تعرف هتاكل. يعني ايه لما تعرف هتاكل؟ يعني في حاجات معينة احنا ممكن نكون بنتعامل معاها على انها حاجة عادية خالص. فاكرين من فترة كده عملنا لكم فقرة برضو اسمها اكلات مهمة منسية؟ لا، دي بقى اكلات مش منسية ولا حاجة، اكلات احنا فاكرينها وكل حاجة، بس مش عارفين مدى اهميتها. يعني بنتعامل معها لانها اكل كويس وكل حاجه تمام يعني، لكن ما فيش تصور عند الكتير قوي مننا مدى اهميه هذه الاكلات اللي تبان انها بسيطه او اعتياديه او احنا بنتعامل معها عادي. عشان كده الفقره اسمها ايه؟ لما تعرف هتاكل. اول فقرتنا النهارده، يعني اول مره بقى نتكلم فيها الموضوع ده، هنتكلم عن ماده غذائيه جميله جدا جدا اسمها الجبنه القريش. الجبنة القريش دي يعني الحقيقة يعني إن هي أكلة، أنا بقول إنها أكلة طيبة جدا، هي اختيار مثالي من ضمن اختيارات الفطار، أو هي لوحدها كده الفطار أو العشاء. طيب إيه بقى اللي المفروض يعني أنا عايز أقوله لكم النهاردة؟ يعني إحنا عارفين إن الجبنة القريش دي حلوة وبتستخدم أحيانا للي بيعملوا رجيم، ويعني تمام وناس بتاكل يعني، بس هي ايه اهميتها؟ يعني الجبنه القريش دي اللي الناس كلها تقول الجبنه القريش مهمه، الجبنه القريش مهمه، هتعرفوا بقى دلوقتي. فلما تعرف ايه هتاكل. الجبنه القريش مصدر غني جدا بالكالسيوم، من اغنى المصادر بالكالسيوم اللي بتكون معتمده على اللبن ومشتقاته. والكالسيوم يعني ايه؟ كالسيوم بقى مهم، هي فيها كالسيوم كبير جدا جدا. انا عايز اقول لكم انه يعني هي أحسن نوع أكل فيه كالسيوم بالنسبة للأطفال الصغيرين في بدايات الأكل، اللي هي في 7 شهور وثمان شهور والكلام ده كله، تمام؟ لأن قدرة الأطفال أو القدرة على استخلاص الكالسيوم من الجبنة القريش بتكون عالية جدا. الكالسيوم مفيد، اللي هي غنية بقى، اللي غني في الجبنة القريش قوي، بيكون مفيد إيه؟ مفيد في صحة العظام والأسنان، بينظم عمل الأعصاب، بينظم عمل العضلات،
الكالسيوم ضروري للتجلط الطبيعي للدم، ضروري لتنظيم انزيمات الجسم، ضروري لتنظيم ضغط الدم. دي أول حاجة الجبنة القريش بتقدمها لنا كهدية، إن هي غنية جدا بالكالسيوم، مش غنية بس، تمام؟ يعني أغنى من أي حاجة تانية في الألبان. طيب إيه ميزتها التانية؟ إنها غنية جدا بالبوتاسيوم. البوتاسيوم ده فايدته إيه لجسمنا؟ بيظبط ضغط الدم، بيعمل توازن في ضربات القلب، بيظبط اندفاع الدم داخل العضلات، تمام؟ طيب ايه تاني الجبنه القريش غنيه بيه؟ غنيه بعنصر من المعادن النادره اسمه السيلينيوم، والسيلينيوم ده بيدخل مع فيتامين اي في عمل كل الانزيمات المضاده للاكسده في الجسم. ولما بنقول كلمه مضاده للاكسده يعني صحه القلب والاوعيه الدمويه، صحه الاوعيه الدمويه للمخ، مقاومه الشيخوخه، صحه العيون، صحه البشره، صحه الجلد. السيلينيوم كمان اللي موجود في الجبنه القريش بيدخل في تركيب هرمونات الغده الدرقيه، واللي وظائفها الاساسيه تنظيم عمل الهضم، ويعني تنظيم عمليه الهضم والتمثيل الغذائي، اللي هو لما ناكل نستفيد من الاكل، وكمان تنظيم ضربات القلب ووظائف العضلات وتطور المخ وصحه العظام. ها خلصت كده الجبنه القريش فوائدها؟ لا لسه. الجبنه القريش كمان غنيه جدا بالفوليك اسيد، واللي بيكون مسؤول عن النمو الطبيعي للجهاز العصبي عند الجنين. عشان كده الجبنه القريش غذاء مثالي للحوامل. وكمان الفوليك اسيد بيوفر حمايه للجهاز العصبي عند الكبار والاطفال. خلاص؟ الجبنه القريش كمان غنيه بالدهون المشبعه المفيده. كل ده في الجبنه القريش اللي هي ملهاش طعم. دي في ناس كده يقولوا ملهاش طعم، لا ده الجبنه القريش دي هنعرف دلوقتي كده، مش هنعرف مش هلا اقول لكم يعني، ده انتوا اللي هتقولوا لنا. غنيه كمان بفيتامين ا اللي هو فيتامين اي، وفيتامين اي ده ضروري للنمو، ضروري للصحه الانجابيه، ضروري لالتئام الجروح، مهم جدا في التئام الجروح، مهم جدا. يعني كل الناس اللي مروا بتجارب فيها جروح قويه عارفين ان في قطاع كده من المراهم والمستحضرات الطبيه بتلاقوا اساسه انه بيعتمد على فيتامين ألف. ففيتامين ألف مهم قوي في عمليه التئام الجروح، مهم كمان قوي لصحه البشره، واكيد مهم لصحه العيون زي ما كلكم عارفين، ومهم لصحه الشعر وصحه الاغشيه المخاطيه وتحفيز المناعه. الجبنه القريش كمان ليها اهميه كبيره جدا في انظمه فقدان الوزن. يعني كل اللي عايزين يعملوا نظام غذائي عشان يفقدوا وزن زائد، جبنه القريش دي من الحاجات المهمه جدا. مهمه كمان في الوقايه من مرض السكر، وهي من اكتر الاطعمه زي ما قلت الملائمه للاطفال. طيب الجبنه القريش مش انا بقول لكم اكله طيبه، ممكن تتاكل لوحدها، ممكن يضاف عليها بقى الطماطم، زيت الزيتون، الخيار، الزعتر، النعناع، الزيتون، الفلفل الألوان. الإضافات دي كلها أولا بتزيد من حلاوة طعمها، ثانيا الفوائد الغذائية اللي في الإضافات دي بتضاف للفوائد العظيمة اللي عرفتوها دلوقتي للجبنة القريش. يبقى لما تعرف وديكوا عرفت اهو هتاكل أكلات كتيرة جدا جدا، انتوا هتفاجئوا يعني أكلات عادية جدا جدا هتلاقوا فيها فوائد رهيبة. عشان كده ده بيؤكد للمرة المليار رحمة ربنا سبحانه وتعالى بينا، وإنه أعظم الفوائد موجودة في أبسط الأطعمة وأرخصها. كانت دي فقرتنا الثالثة في حلقتنا النهاردة، الفقرة الأخيرة. خلصت حلقتنا النهاردة، إن شاء الله بإذن الله نلتقي بيكم الأسبوع الجاي وحلقة جديدة من يحكى أن، إن شاء الله أكون معاكم فيها كل يوم سبت كالمعتاد. سلام عليكم.